بيكو. انا تسليم علاء, سنه ثالثه هندسه اوتوميشن وكنترول من الجامعه الالمانيه جي اي يو جيرمان انترناشونال يونيفرسيتي. مع التيم معايا عائشه اشرف عياد, بنان احمد, يوسف احمد ابراهيم, واحنا النهارده بنقدم مشروع ابتكار ان احنا نقدم سمارت ستيك انها بتساعد المكفوفين ان هم يعرفوا ينافيجيتوا, يعرفوا يستخدموها في حياتهم اليوميه, وان هم يعرفوا يعيشوا حياتهم طبيعيه ولوحدهم, وان هم يقدم لهم اندبندنس واوتونومي. الستيك بتاعتنا بتقدم انها حساسات او سنسرز تحت انها لو في حاجه جنبهم انها بتحسسهم زي فايبريشن او كده, انها تقول له ان في حاجه قريبه منك خد بالك. طيب انا حد مكفوف او اعمى, فانا عايز اعرف ايه اللي قدامي. انا اقدر ان انا ادوس على زرار وبطريقه بالاي اي او بالماشين ليرنينج بنعرف نتعرف على ايه الحاجه اللي قدامي دي. فبلبس سماعه وبتقولي الحاجه اللي قدامك دي شخص, ترابيزه, تلفزيون, وهكذا. طيب العصايه برضو بتقدر انها تنافيجيت او تساعد المكفوف ان هو يعرف يروح لوحده او يعرف يروح لمكان لوحده. فعن طريق السماعه بدوس على زرار تديني توجيهات للمكان اللي انا اوريدي قلت لها عليه لوحده. فانا هتقولي اتجه يمين على شارع عمر بن الخطاب مثلا او كده. الستيك برضو بتقدر انها تبعت اللوكيشن بتاع المستخدم كل نص ساعه او كل فتره معينه للكير جيفر او للبيرنتس او لحد اهل المكفوف عشان يطمنوا على مكانه كل شويه ان هو في امان وان هو في حته معروفه. برضو الستيك انها ليها ابلكيشن على التليفون ان انا اقدر ادوس عليه ان انا اعرف الاقي الستيك لو هي بعيده عني وعايزه اعرف الاقيها, فهي بتعمل صوت فانا بقدر احسس ان انا اقدر الاقيها بسهوله. الاستيك عامة هي ابتكار جديد ان احنا بنقدمه ان احنا نساعد بيه المجتمع ونساعد المكفوفين ان هم يعرفوا ينافيجيتوا او يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية وبصورة ان هم بتخلوهمش حاجة مختلفة عن المجتمع ده. احنا اشتغلنا على المشروع ده اكتر من 6 شهور تقريبا اكتر من 6 شهور كفكرة وكتصنيع وكديفلوبمنت. احنا اللي مصممين العصاية من A to Z, من كل حاجة, من ناحية الميكانيكال بورتس, من ناحية الاجزاء, من ناحية كل حاجة. وبس يا رب ان احنا نعرف نفيد مين المجتمع ونعرف ان احنا نقدم لهم حاجه كويسه. المكون المحلي فيها اكتر من 90%. احنا كل الاجهزه اللي احنا بنستخدمها, السنسرز, الجي بي اس موديل, كل حاجه, حتى ال 3 دي برينتد بورتس, حتى العصايه, كلها حاجات مصريه 100%. حاجات بسيطه جدا, بس الحاجات اللي مش محليه, بس احنا كنا بنعتمد ان احنا نقدم حاجه للمجتمع المصري والمجتمع الشرقي عامه ان احنا نساعدهم, وان احنا نعتمد ان احنا نقدم لهم حاجه متوفره وافوردبل ورخيصه في نفس الوقت تفيدهم بايدي مصريه. يوسف النادي من تيم كسبنا المركز الاول بالمشروع بتاع السمارت ستيك للناس المكفوفين. كنت حابب اتكلم عن نقط زياده كانت موجوده في البروجكت ما قدرناش ان احنا نغطيها. اول حاجه ان البروجكت بيتارجت الكوميونتي العربي سواء في مصر او في العالم العربي عموما, عشان كده احنا حطينا الاوديو اوتبوت ان اي حاجه, اي معلومه الستيك بتديها للمستخدم المفروض انها بتظهر باللغه العربيه بحيث ان المستخدم العربي يقدر ان هو يستخدم الستيك بشكل سهل ويقدر يتعامل معاها. الحاجة الثانية واللي بتميز مشروعنا عن أي مشروع مشابه لي هي الـ AI أو الـ Machine Learning Algorithm اللي استخدمناها في الـ Image Processing. هي algorithm ببساطة يعني بتخلي إن الكاميرا تقدر في أي وقت إنها تidentify الأوبجكتس اللي قدامها وتعرف بسهولة أو يعني بنفسها automatically أي أوبجكت قدامها, بإن إحنا بندربها على إنها تشوف الأوبجكت دي من خلال استخدام الـ AI.